أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والثناء لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فصل في ذكر شيء حسيتان كيسو وفصل يعني شيء من أحكام المناداة مناداها أحكام كيسة كمدة المضاف إلى تيريو الأديفي ليا المتكلم إلى يا المتكلم لو أديفي شرح حنقجر نباو المناداة أن كل حجرني waati aan soo sheegney mawaadiicda aamilka la qariyo oo wajib loo qariyo munaada ka mid aan soo dhaan munaada saaxan u kala qaybinay inuu yahay mufrad calama inuu yahay nakira maqsuuda inuu yahay nakira qayru maqsuuda inuu mudaf yahay inuu yahay mushabbah bil mudaf hadii uu noqdo mufrad calama iyo nakira maqsuuda adoo noqdo fayubna yani calama yurfaani bihi aan soo dhaan soomeen wixii lagu rafciyaa ayaa lagu bineeyaa ayaga saasan soo dhaan hadii laakiin uu noqdo nakira qayru maqsuuda إيه مضاف إيه مشابه بالمضاف نحن صار هني أيه واحد هني منصوب إيه نقاية توصي توصى الله نسبها عيد سأذكر كسر شكل هذا كدي ومرك شيء وحون وصل قال مرك أو هذا نربعين ونبره هدي مناديه يا المتكلم لو أدي في كورم إلا دي يا زيد أي تانا ولا جبر يا رجل أدي تانا لجبر هدي أي تا إليكم مطر يا رسول الله يا عبد الله أدي تانا وانا لصبر صومين مرك حال سكربا هدي يا المتكلم لو أدي فيه أو يا غلامي لا رب إلا إذا أما يا عبادي أو خلا إلا 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 رب عبادي أدي أي تاي سيد الله ده هواد وإذا كان المنادم كيلو نعدا يهدي أو هذا مضاف كل أدي فيه إلى يا المتكلم لو أدي فيه جاز وحاب بنان في المنادى وحاكو بنان ست لغات اللح لغة كو بنان أدي كلون نعديها يا المتكلم لو أدي فيه ما قال لغة كو بنان لح لغة كو بنان أحدها لحد اللغة وحاكو وري حدثوا يا دي اللي حدثوا والاتزاء كافتون بالكسرة كسرة له كافتون ساسا برناوان إن كسرة كو كافتون يأدنا اسكجرتو أو ما قبل قاية أقل كي أو يأدو إلى كسرة دي سارينا أتكو كافتون وكو برنانت أكن كو بادة معنا وذلك النحو تصالي يا عبادي الضومه يو فتقون إليك بغمان يا عبادي ألي من جدا حالو كافتومي كسري يا عبادي ألي يا دينا ولا جري وجديدو قدب كاسو بناي واد ويا قومي تلكيو ويا لقدان او حتول ياي والاجزاء عن بالكثره اه الاكثر وبدنتا واد ادي وبدنتا لقدا سايد اتانيه لقدا لواد اثبات ليا يا دي الله سوغا او لا سوغا واي يا دو اساكنه تريم نادي وذلك نحو تصالح يا عبادي اللي وجد يا دي الله سوغا لما حتفين وانا لا ريبا واد او يا دي حواي يا ريما واي ادي لصعيات الثالثة اللغة السدحات وحواء إثبات الياء يأدي السغر مفتوحة أيضا لكرنك وذلك نحو تصالح حواء يا عبادي الذين أسرفوا مجددا يا عبادي الذين مجددا يا عبادي الضومن كيقوم الذين كواسوا أسرفوا حد قدبين لا تغندوا هكا قوصنين من رحمة الأمين أقوصنين أساسات لا أنا نحن الرابعة مدى أفراد حواء قلب الكسرة كسرة أول الرجع فتحة نال الرجع وقلب الياء يادي أول الرجع ألف نال الرجع واد وألف فتح بقى قبلها وذلك نحو تصالح حواء يا حسرة تاء مجدد يا حسرة تاء مجدد مرك حالة سمي كسرة دي يا حسرة تي إيه حي هذا يا حسرة تي إيه مرك هذا تي كسرة دي سار راي ألا بدلا حالة كده جاي فتحة للرجع يا حسرة تي إيه نقط يادي حالة سمي مك سيدنا ألف لو بدلا ما دام ما قبل كده وفتح سيا ماي ما قال سهين غتي يا حسرة تا ماي قال سهين وحابل إلى ألف مضاف إليه ما تقانا عليه ألف مضاف إليه تنا كجرت ألف أو محل كبا كجرت بده أنا كجرت أقول يا حسرة تا وخلوات الخامسة اللغة الشنات حتول ألف ألف تيال حتى إيوة الاجتزاء كافتم بالفتح تيال وكافتم وذلك نحو تصالح يا غلام يا لحتم مكان ألف تبوا على جرت مركز ساحة الوكافتم والاجتزاء بالفتحة فتحة ديال الوكافتم يا غلام الرد أسأل ديسة تمد الحاد حيث الألف ألف تقول جرواي والله من الحرف حرف على القدى الذي حرف قاسو كان أهاي مكسورا من لكسري أهاي واد وذلك كقول بعضهم عربت قاركوت قول كودي وإيكو قولين يا أمو إيكو قولين واد هو يدى يي من جديد يا أمو إيكو ميشيل الرب يا أمي إليرا أما إيكو إمالا يا أم نقلت إيه حكاني أنا أيجو وأبض ضميند يا أم هاي ذي إيران لا تفعليها سمين بضم الميم الواخري وقرئ أو حال آخري
وهذا الأخير القرآن كده عزيزة رب السجن واد يا رب الأغراض رب السجن الأخير وهي اللغة تاسني حين قيس أمرك أو أقدم بيسوء حرف الألف والله بول حرف الذي كان مكسورا لغة تاس حين قيس ضعيفة أيضا أقول ضعيفة ما شاهد أو لغة ضعيفة واد مركب منادى هدي لو أدي في يا المتكلم لو أدي في لحداس لغة قوة بنات حده يا غلامي واللغة يا غلامي واللغة يا غلامي واللغة يا غلام واللغة يا غلام واللغة يا غلام واللغة لحلقة ما هي لحداس لغة أيك قوة بنات هاي هدي منادى لو أدي في يا المتكلم لو أدي في هذا هذا هو كبر أمرك هدي 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 لو أدي فيه أبن إيه أمن هدي لو أدي فيه حكوا بنام أيه الصوت على نبرة فإن كان المنادى منادي هذا هذا المضاف إلى تيري إلى ليه لو تيري أبن هذا هذا منادي منادي هذا أبن نقد أم به هاي أو نقد مضاف إلى ليه أويه جاز فيه حكوا بنام منادز مع هذه اللقاط واحد لحد اللقاط الله صار شيء أيضا إلى جرته أربع لقاط أفر لقاط كبرناه آخر أكر أفر كلا كبرناه لحدي نوا وضطها ما يقول تجمعك كاس طبعا لغو تجاد إحداها أفرت هذا الضمبل الله صار شيء وحاقوه الرأي ابدأ لول يا إلا بدله تا أنا لول بدله تأذو مكسورة لك سياد وذلك نحو تصالح عليه يا أبتي أبهيو ويا أمتي هاي ذي على اللي موجودة مركب بوسكي يا ده حالة قال شيء تا أن مكسورة لك قال شاهد صاص الله صعاد مركب تأذ يا عوض يا ذي معوض عنه يا ماي وبها مركب حكوري وبها أي بتاء المكسورة يا قراءة سبعة سبعة دي أخيرين وجدت تاء اليوم مكسورة يا أخي قراءة سبعة تضبط يا أخيرين ماذا غير ابن عامر ماين وجدت إن عامر ومؤجود أو أسوق حو أخي في أبتي كو أخيرين وحكوري وبها بتاء المكسورة يا قراءة سبعة تضبط يا أخيرين غير ابن عامر إن عامر ومؤجي في يا أبتي كو أخرين أي قاد أو أسوي يا أبتي ما أخر إحوى أخري أثاني من لقد سد حدو أخري أسير أو حواي أثاني تمت أثانية تمت الله بعده لقد الله بعده أخري فتحوا تاء تادين لقري وبها أنا قراء ابن عامر إن عامر وأخري قاد إحوى يا أبتا قرآن كتير وجدت يا أبتي فعل ما تأمره تضبطي تضبطي لحى أقص إن عامر وكهرالي إحوى أخري الوسيق يا أبتا أو أخري ساس مركو قرأت ابن عمر إنه مقرأ أبي عمر أبي عمر ما أمو ما أسيب يقبل شو يقول إن عمرك وقرأك على سول قرأك على تاد وعود قرأ السبعة غير وعود غير ابن عامر أحد القراء السبعة ويقول سيقنات أصول الصعاد واحد شرح قارك الشيق ما مرك أسيب حقوق با يا أبا تاء وقال أنا قلت أبي عمر يا حفصة لما أرق نمو يا أنا مرة بدوري أرق يا سوسي ما سوسي ما يا سوسي يا وكبر 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 دلناين لك وكبر دلناين ساس الله ساعد أثالثة مدة سدحان الجمع كل مئة بين التاء والألف على كل مئة حال كل مئة التاء والألف أيضا لكل مئة وبها بالتاء والالف يقرصن انا قراء الاخري قرانا الاخري قرانك شهادا او شهادات الشهاده الاخري او حو كبحثين القراءه سبعه او كبحثين الرابعه قدب كفرت حواي يا ابتي ان ليرا بل ياي يا دي اول اول جرى الله ان بلا جري وان واذا كان المنادى مركب منادي ادو كواد هذا مركب كواس حقو وصبيري افرق وصدرت لحدي هره حقو صدرت افرق ودرت ما ومركب جوجت ابن يو امنا جوجت أو منادها قوية وإذا كان المنادى منادية ضوء هذا مضافة من التيري من الذي فيه إلى مضافة لو أذي فيه إلى الياء لو أذي فيها وذلك مثل التصالح يا غلام يا غلام غلامي أكرد منادية حون قضي مضافة من التيري إلى مضافة إلى الياء من مضافة إلى الياء أم منادية لو سأذي فيه وكذا حاليني يا غلام غلامي ود لم يجوز ما بنانوه في التركيب إلا إثبات الياء يا ده إن الصغاء وما يعني مفتوحة أو ساكنة تمان هتي تركيبه نوع عن أو نقد أو منادي أو نقد مضافا إلى مضاف إلى إلى الياء مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل سيادي فادي لو أدي فاي تركيب كنوع عسى وعقوبة نانا كره
إياد مفتوحة نقطة أما إيه نقطة ساكنة إيه نقطات يا غلام غلامي أما حال ليه يا غلام غلامي يا ساس بسي كوغو بنان تقولون إلا إذا وقتك المؤغي كان أم نقد مناديه ابن عام أو ابن أم أو نقد أو فيجوز فيما حكو بنان مركز أربع لغات الأفر لغة كو بنان أدروا السيبة دي شميجي دادن هدية هدنا أو قدبك هدى اللي يقول وحكا لكم بنان الفتح وسكو مزا كو بنان لغدي أزري حالة أقلادي إلا إن أم نقد أم ماين ابن عام إيو إيو أو ابن أم أو نقد ماين الله ولا تدون نقد في جزء فيما أيها حكومنا أربع لغات حذف لي أيها بنان مع كسر الميم أيضا ميم تلا كسر هاي وفتحها أب نواد إن ميم تلا فتحها أب نواد وبه ما الله ولا لغوص شيء أو بالكسرة والفتحة قري على آخره في السبعة تضرب على آخره في قوله تعالى يا ابن أمي وجدا يا ابن أمي على آخره وجدا هذا حامق المركب يأدي والله جرمه مع كسر الميم ميم ترى أيها أصدق أنت واد يا ابن أمة أنا والأخري ما هو أو أكبر بقى أنت فتح قاد لا بد هو والأخري اللي قاد في السبعة تضبط القرينة كم تام وإذ باتول يا دي الله سبحانه واجر تأيدا نواده تصار وحقوا كقول الشاعر شاعر كقول كيسو أكو قول أوري يا ابن أمي ويا شقي وق ويا شق لا زال ذات يا ابن أمي ويا شقي ق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد أخرات يا ابن أمي هايدي عنو قيديو إنا هايديو معنا يا ابن أمي إنا هايديو ويا شقيق نفسي نفتي دا شقيقي رو قيديو أنت أديقا قلفتني وحايقو خليف نقطي لدهر زمن شديد هذا قاد هذا حلق دا قلو قجرو ياد قرب إيه نقطة معنا زازو ليه قاد مقا سحولا يا ابن أمي إنا هايوي ويا شقيق نفسي نفتي دا شقيقي رو قيديو أنت أدي غلفتني وحايقو خليف نقطي لدهر الزمن شديد أو هذا قاد مركي يا ليست أمي لا سالس إثبات لي هذا وقلب لي أنا واجفته يا إذا يدل الرجع كيس الحادي أنا قيمه مركزه وقلب لي يا إذا يدل كي أفرادا كربايت لا سول الصعب لا سول الصعب حتى لي مع كسر ميم يو فتحها وإثبات لي يو قلب لي أفرادا ألف يا إذا حال الرجع ألف الرجع كقول الشاعر كقول كيسو أكو قوله يا ابن تعم لا تلومي وجعي فليس يخلو عنك يوما ملجعي أدم وعكار إذا قد أصبحت أم الأم الخيار تدعي علي ذنبا كله لم أصنعه من أن أرد من أن رأت رأسي كرأس الأصلع ياد يا ابن تعم يا مكاس الياد وعيون قد أصبحت أم الخيار قبل أم الخيار إلى وحي أهاتي تدعي إني شيغان إيسا علي أني كركيغا ذنبني كو شيغا إيساور لم أصنع حال أنيغا دنبي أنا سمين كله دمانتي واد دنبي دنبي أنا دمانتي أنا سمين ما أهواد من أن رأت واد إني أرتي رأسي مدحية كرأسي أصلعي بدار مدحي سوك الله سيقوا واد نيقى معنا نين بدار له واحد أسو أسو بدار له حسمي مدحي دما يوصو حير مركاسي كو عنانية مركواد بدارتي كو عنانية مقاسي وحيو ليه قد أصبحت أم الخيار قبدي هذا أنك تأم الخيار ليه أو حين قطول ليه تدعي إني شغيس علي أني كركي دنب دنب دنبي قول لهم أصنع عانان سمين كله دنبي قول لهم أنت يواجه من أن رأت إني أركتي إيه شيغان يسامعنا رأسي مدحيقي أركتو ليه أوك راسي الأسلعي بدار مدحي سوك لاتواد مركزو أيضا لاتحو ليه يابنة عما يابنة عما مجيدة ماشا الاستماعش أزوه يابنة عما مجيدة قبل دي أديركي يواجه أديركي قبل دي سي أديركي قبل دي سي يواجه لا تلومي هاد دقالي نويرواجه إيه وهجعي إسك أم بدار لهذا يا سام بدار لهانين فليس شأنه ما أهانين يخلو ملجعي مكان جيف كيجة عنك أديا حقاقة عنك أديا حقاقة يوم في يوم إنه مالن هبيت ملك عقده حماية إسكاس يحور أدوات إسكالير ماذا حام بدار تيسي وعيز إسكالاف هبين كان مقنع مايو نيكا زركوا عدي سوا إسوي بينه ذري أديا سنبه يا ابن تعمى أدركي قبل ديسيو لا تلومي هذا قال نوري أدركي قبل ديسيو لا تلومي هاي لا تلومي نني ما أوصني معنا لا تلومي أوراد هذا قال معنا هاي دقال وهجعي وهجعي إسكسي حق إسكهور فليس شأن وشأن جماعة هاني يغلو ملجعي ملجعي سافع الكي يغلو ملجعي مكان وجيف كيجة عنك أديك حقاقة يوم في يوم ما إنه كامرناها وكامغناها ما هانين إس إيه حوراد باب المفعول المطلق والله سبحانه وتعالى أعلم.